السلام عليكم ورحمة الله. وش وين ما في صوت؟ ليش ما في تفاعل؟ ليش؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في قناة عائلة عسى. الله يحييكم. المقطع اللي راح أنا بديته بالسيلفي، صورت وجهي كذا وقلت أول مرة أصور سيلفي، ما ضرب المقطع ليه؟ ما هم متعودين عليه. ما هم متعودين عليه. أفا أفا أفا، ولا وجهي ما ببركة ولا شو السالفة؟ انا هالمره قلت بصور وجيهكم انتم عشان يضرب المقطع. نشوف تحدي نشوف وش عندنا اليوم في مكتب الجرير. يسار اغراض المدرسه وتقضينا وخلصنا. ها العلم عندي انا. وش تتوقع يا فزاع جرير؟ سؤال جرير، ليست مجرد ايش؟ مدارس. ايش ليست مجرد مكتبة جرير؟ ليست مجرد مكتبة. حلو، يعني به أغراض غير إيش؟ غير حقات المدرسة. وش فيه؟ يلا نبي نروح. طبعا أنا جاي هنا عندي مفاجأة لكم، زين؟ أو خلونا نقول مفاجأة لشخص واحد بس. أنتم جاهزين؟ ما ندري. مفاجأة قدام داخل. يلا مشينا. عندكم هنا؟ ما ادري. انت اللي جبت؟ انا اللي جبتكم هنا؟ اجل اكيد في شيء بس ما ادري وشو. ما ادري وشو النايفه، ما ادري وشو، ما ادري وشو ينوت. ها؟ يعرف لي يعني انا الشخص؟ لا ما ادري صراحه. هذا وشو؟ هذا من اللي يعرف هذا وشو؟ هلا وين سامسونج؟ هذا ايفون 16 مكتوب 16 صح؟ 16. صدق والله؟ اي والله. ما جاز لي ما ادري. ها؟ لا 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 لا. يجوز لك. وش الالوان هذه؟ الوان فخمه. الوان فخمه من الاخر. هذا توشو اسود وهذا ازرق نيلي مكتوب. ازرق نيلي وهذا مكتوب وردي. اجم معكوسه. والله انه زين صراحه. بس شنو هو كاميرتين مو ثلاث كاميرات؟ زين هلا. لا بينزل الظاهر. ما يصلح كاميرتين. ما زين لك على كيفك انت. ها بيغيرون ممكن ان كاميرته هذه اقوى من ابو ثلاث كاميرات. ممكن ما ندري. ممكن اكيد. ليه جاي؟ ما ادري صراحه. قلت نبي نسوي تدشين للايفون، بيشوف يعني كذا بنعلم المتابعين. بس هلو نصوروا لهم خلاص. ما ندري، خل نشوف يمكن في شيء ثاني يصلح. تبقين من هنا؟ يقول معروض. يقول هنا طاولة الايفون، يقول معروض الايفون 16. هذه الايبادات، هذه اللابتوبات، وهنا هذا هو. ها تشوفونه، هذا هو الايفون 16 البرو والبرو ماكس. المشوين كان العادي، ابو كاميرتين كان العادي، وهذا البرو والبرو ماكس. شوفوا ها هذا العادي وهذا العادي كذلك. هذا ايش؟ 16. ايوه 16 برو، وهذا البرو ماكس التيتانيوم الصحراوي. يا سلام. وش اللي ببالت؟ كله. ها؟ كله اللي ببالنا. بس عاد ايش رايك به؟ ممتاز؟ ممتاز. والله ما ادري. ايش رايك؟ وش اللي يجوز له؟ ليش ما اشوف جوالك. وش هو جوالك؟ 14. يا زين ال 14 يا ناس. هو شوف زين الحمد لله. اي بس انه زيادة الخير خير. لا ما هو ها. شوف نفسه اخو وش الفرق؟ لا انا ترى شوف تصويري ضبط. خليني بقول لك تصويري ضبط. اي ضبطا. اي ايش رايك؟ تصميم والله عليك وصحبه. شوف يا جماعة تعالوا بكم سالفة هنا. تعال انت ما تدرون ليش احنا جايين صح؟ انا بعلمكم الحين وبس بده على طول على السريع. الفكرة كالاتي، انا بسوي مفاجأة. حلو، الواحد انا ما اقدر اشتري لكم كلكم ايفون 16، ابي اشتري الواحد. اتفقنا؟ 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 موافق انت؟ اسمع هو الواحد عاد سواء لك ولا لغيرك موافقة؟ وانت؟ وانت؟ اي موافق. وانت؟ موافقين؟ خلاص تشهدون يا متابعين ان الايفون الواحد عاد منه؟ المنه؟ واحد بكم انتم يا الاربعه؟ اسف مع اربعه. ها
اسمع 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 دخل ابينا لا تحلل ابوي مسوي 14 طيب اسمعونا انا اتفقنا الحين انه الواحد منكم صح ولا لا؟ طيب اسف انت وش تختار؟ وش تختار؟ ايفون 16 تيتانيوم انت يا نوت 16 ايش؟ الوردي هذا يلا وانت 15 الذهبي 15 يا ولد معاكس الدنيا هذا انت مريوس وش اللي شكله احسن لا 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 اختار اختار 15 اللي متوفر ايش اللي متوفر كيف قصد الزلمه متوفر والله الظاهر يمكن النايف اللي تفوز عليكم لانه ما كل الجوالات متوفره انت اللي اخترته احتمال ما يكون متوفر اللي اخترتيه لا هذا عرض هذا ما له شغل هذا العرض يختلف لا يمكن انا بسال عن تيتانيوم وبسال عن الوردي وبسال عن 15 اذا هن موجودات وبسال اخر شيء عن المتوفر قال انه فيه برومات ما ندري نبي نشوف نبي نشوف نبي نشوف اوكي متفقين هذه الجوالات المتوفره اسمع يا عساف التيتانيوم وبروماكس 16 مو موجود واخر بروماكس مش موجود كل البروماكس اصلا مو موجود نوت اللون الوردي برو ما فيه ولا برو ماكس في فقط العادي طلع برا فزع 15 يقول روح دوروا محلات الاتصالات اللي متوفر انت قلت اللي متوفر اللي متوفر عز الله في واجد المتوفر فيه العادي وفيه البرو وفيه الوان كثير ايش بغيت جالكسي يو من الحسود الحين من ليش يعني تصير مثل حسود انت شلون افا عودة عينك هي قالت اللي متوفر اللي متوفر وانا ناوي ايفون 16 صراحه ناوي اني اهدي واحد منكم ايفون 16 ما نويت سامسونج ولا جالكسي ها 15 ما هو موجود اقول لك راح عند الاتصالات لا انا قلت هنا انا نويت هنا وخلاص حسدين اختكم من تام ها تدرين ليه ما انت حسدتها عشان تعطيت الجوال ها صدق والله لا ترى الحسود الله يحط بالنار لا ما حسدت والبخيل البخيل ما هو زين البخل بس انا بيك ايه انت بين الصحراوي التيتانيوم الصحراوي ولا التيتانيوم العادي ولا الاسود كله موجودة هذول الثلاثة سألتوا انا الحين لا انت ايش تبين اختاري شوفي الاسود يعني مثل قلب مثل العباتت قلت مثل العباتت ها اي خير اي الخير حاقد طيب الاسود موجود وفيه التيتانيوم الطبيعي ولكن التيتانيوم الطبيعي موجود حتى في بالشو اسمه بالايفون 15 وكذا لكن اللون الجديد هو التيتانيوم الصحراء اسمه اختاري اي واحد منهم تم عليك بالعافيه وجهني يستاهل وجهني يستاهل تستاهل تستاهل فيك ما انتم فرحانين ما تسقف يلا سقف لا 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 عين خير عين خير عين خير طيب نبي تيتانيوم الصحراء اللي هو البرو كم سعره 5199 ريال نق هالحين الله يعافيك شوفيني النايفه ها كم 5199 كيف ليش لا لا ما هي مرفوضه مقبوله كلت قبول ان شاء الله تستاهلين ايش تقول ان شاء الله اي خير يا مثل يعطيك الف عافيه الله يعافيك يا بنتي وان شاء الله خطركم طيبه 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 ان شاء الله طيبه نعم شلون الجوال 15 16 عادي من الجوال 16 هي وانت 15 النايفه ايه وش هذا 16 ايه هذا مو اللي طلع يعطيك العافيه هذا يا متابعينا الكرام هذا هديه لكم حطيته بالسناب زين وهذه ما له دخل وانت صدقين انت وجدت ها ها للمتابعين بالسناب ما لكم شغل انتم من جدة انت بالله وش انجازاتك عشان اعطيت ايفون ولا اعطي اخوانك الاكبر منك وانا اصير 15 وانت 16 سلامات عادي وادري انت بنتي عادي بس بنتي
عطيت 16 واخذ 15. يلا روحي منك بس يلا روحي. هذا هديه للمتابعين. من اللي فرح من اللي استانس؟ عوده فرحان لانه عشان متابعينك صح؟ متابعيني اشو؟ والله كثير تلخبط فرحان حزود. اكيد انت فرحانه اكثر شيء صح؟ ايش رايك بالمقلب؟ لا مو حلو مو زين مو زين. حاول تبكي. لا 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 ابتسم. اذا بتيتي زين اعطيك الجوال. يلا اذا بتيتي اذا بتيتي اذا بتيتي اعطيك الجوال. يلا لا اذا بتيتي صح. يلا دمعي يقول تفزع دمعي. يلا ها غنوا له اغنيه حزينه عشان تبكي. ساعدوها. لا 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 بعدي لخمسه. اذا بتيتي اقسم بمن احل القسم. ها اقسمت. اقسم بمن احل القسم. ها عادي طبعا اقسم اني ما راح اعطيه الجوال. ها حلفت. يلا ها ابتسم. تضحك. اقسم بالله اعطيك الجوال. ها عاد من الاخر. يلا والله اعطيك الجوال اذا بتيتي صح. يلا ها خلينا نشوف. يلا خلينا نشوف. ايش جالس تفكر هذه؟ ها ابتسم. ما في ما في ما في ما في ما في ما في. اسمعي عندي فكره. ايش رايك تروح انا واخوانك وخليك بهذا؟ على الاغلب راح تبكين بعدين تاخذين الجوال. ها مجرب السحبايه. فزع يقدر يبكي. ها فزع مو فزع عساف بو عبره. لعبه الدمعه السريعه. لا والله هات المتابعين يستاهلون والنايفه ما تستاهل. لا والله ها تابع السناب وتستاهل. يلا نقول للمتابعين تابعونا بالسناب وتابعونا باليوتيوب ولا تنسونا من الدعم واللايك والسبسكرايب. شكرا. هذا اقل هديه نقدمه لكم.